ربنا. فأنا عايز أقول لك إن إن شاء الله الإسلام يعني هو مسيطر على عقول الناس، يعني سواء أرادوا أو لم يريدوا. حتى إن يعني معظم الاجتماعات في الكنيسة، اجتماعات الشباب، بتبقى أسئلة حول الإسلام، وبتبقى حرب من القساوسة ضد الإسلام. هي كده بس يعني. يعني ما وكل السؤال الوحيد اللي في المسيحية اللي بيسألوه: إزاي الله يبقى له ابن؟ إزاي الله يبقى له ابن؟ إزاي الله ينزل ويبقى له جسد؟ ده السؤال اللي ملوش إجابة عندهم خالص، وطبعا مرفوض عقلا وقدرا وبالفطرة وبكل الطرق، مرفوض إن الله سبحانه وتعالى يكون له ولد وينزل ويلبس جسد والكلام ده كله. فعشان كده الكل بيفكر في الإسلام إن الإسلام خالي من هذه إيه؟ الخزعبلات. الأمر الثاني اللي الأخ كان بيسأل فيه، الأخ معاذ، موضوع الخمرة. يعني يا أخي، إن في القداس أولا بيشربوا، بيجيب القسيس إزازة خمرة حوالي 100 سنتي، بيحطها في الكاس ويصلي عليها وتتحول والكلام ده كله، وآخر القداس هو يشرب نصها ويدي نصها للشعب، لكل واحد حبة على طرف المعلقة، فبيشرب 50 سنتي خمرة معتقة. يعني أنت عارف لازم يجيب الخمرة دي معتقة جدا، ولازم الشماس اللي يقف جنبه يشمها ويقول له جيد وكريم، إذا كانتش الخمرة معتقة يرجعها ويجيب واحدة تانية. بيخزنوا الخمرة على الأقل سنة عشان تعتق. المهم، ففي القداس يشرب 50 سنتي كحول، دول يطلع منشرح وعمال يضحك، ويعني الدنيا معاه وردة قوي، واخد بالك؟ فإذا تعرضت له بنته كلهم ملابسهم مكشوفة، يعني والحمد لله يعني إن إحنا ربنا عافانا من هذا، أجسادهم مكشوفة، خد بالك، بطريقة مثيرة. يعني هل تتخيل يعني إيه هيكون؟ وبعدين أنا هقول لك على حاجة. الأمر الثاني إن هو بيخش في مكان، ياخد الاعترافات في مكان ويقفل الباب. الأمر الثالث إن زي ما الأخ قال، مفيش 5 صلوات، وهو بيقعد ال 24 ساعة جوه. الأمر الرابع إن القداسات ممكن تكون يومية، فممكن يكون شرب الخمر يوميا. خد بالك، القداس ده بمزاج القسيس، يعني عايز يعمل قداس النهارده ماشي، عايز يعمل 2 ماشي، ما فيش مشكله، لو 2 قساوسه وعايزين يعملوا ماشي، لان الخمره دخلت في دمه فبيعمل القداس. زائد انه عنده في البيت ازايز الخمره دي من نفس النوع اللي بيسموه اباركه، اللي هو عصير العنب المنقوع، اللي هو انظف عنب، فيسموه الاباركه بتاع عنب جناكليس. ربنا يرحمنا، يعني ان المصانع دي حرام طبعا، اخد بالك، بتعين على الكفر وما الى ذلك، سبحان الله، وبتخالف شرع الله كل شيء. فيعني اتعشم ان اكون افدت